السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا لذي الهانتين بكسور دواد برنامج القرآن كي الصومالي ده برنامج كان أعلابه وحكسو بندقنا هبوين كقرآن برشاد القرآن كريم كي يهباخرس كقرآن كريم برنامج كان نوحي اللي سعوتين دوناني ومقعيو يهي تعفر حسين قوليد إما كان وحكسو دوين دونا مامو الكمركز كان لحرمين عبد الله علي قوليد كسور دو مامو أدي أدباو ما سنتين بوخشادة نصوب وخاتين واند كسور دوين يا مركز الحرمين للتحفيظ القرآن الكريم والتربية الإسلامية. وأنا كده وهي برنامجك وإن شاء الله تعالى وربحنا تكسين طونا وحول بإن شاء الله تعالى وربحتان هذه النوم محسنتي. وقارن سؤال شو رسم قيدين طونا وحنا قندا تا أذو وربحين قبنا نقصين طونا مراحشي وحبرشوي أتصور مرتين تدو حبرنيس. ولا هذه النوم محسنتي. أنا وحنا قصوا بلعبي سيدا مقارنة سا وحبرشة دا صومالي دا يكون بلعبان. أنا قد دادي دو طاي أفرشير وحنا قصوا بلعبي. een barashada higaada iyo qiraa'ada si aan magaranaysa aan ugu diyaar garoobo inaan xifdiyo quraanka kariimka ah een kadibna waan sii waday waan xifdiyo quraanka kariimka ah kulli muddo dheerna waan ku jiray een waxaan lahay qof soo tijaabiyay magaranaysa maraxisha kala duwan ee carruurta ay soo maraan een allah mustaan waxbarashada quraanka ku baranayna waxa ay u magaalada Hargeysa waxaan gacanta ugu qabtay macallimiinta quraanka kariimka ee madarista quraanka wax ka bara أساساً كسو ودي وحانان قران كرداميهي ملكي كوباد لباد يكون يلابي طوانكي وقدام بينتينا وحان مراجعيو عن حفظيو عن كوال عليبا وحان سرد دمي استيران قران كامل عن حفظيي لباد يكون يتضوي طوانكي لباد يكون يلابي طوانكي وحان قلي دوكسو وصدحة بريغانا وحوها محد محايدان مقرانيس عربي كو بحي قرن إفريقيا ما مشمبت كميدا هل كسان مقرن الساسو وضي أو هيان كي وحبرشان هوس دكسي هوس اللي حان قصوا برتاي كده وحنا وجود بي ما حد شريعة ذا إسلام كه كده منو حنا وسي وجود بي تامعات مقرن السافك الكشريعة الإسلام كلية تقولس تامعات تقولس فكل كا شريعة ذا مقرن السإسلام برشة ساسي هاي إلا مكان أرتبان هاي كلنا وحبرشان ودي مدر ما تو مقرن سقفكو وضع إلى أول كوك جلال سؤال شلون بدنا كويدين دونا ما ملوح هذا وربحين كمان جدنا نقصي ساعة سيابة هذا دوك أرضي دو حبرتان كلي أرضي أرضي غير إحنا لوك هنا أرض ده إذا كوا قبلنا ودا ده مكان سحنا أنا ده محمر كسكو قيب سما قيب كل دون حلي قيب تا روضة ده يحنا أنا ده كدبنا وحكو حكت قيب تحفيد كتربية ده وحكو حكت قيب تا تصحيح أي تدريب كا وحكو لو شرتف قيب كلا مكان سا قيب تدك وحبرش تدك ووينه marka arday yar waxay ku xirantahay da'du noogu yimaado hadduu yahay arday yar oo ma garanaysa xanaana iyo rawda halkaas ka soo qaata waxana la barawaana la xanaaneya wax kamida de carurta waxyaaba rawdada iyo diinta islaamka iyo ma garanaysa higaada bilowga ah iyo qoraalka bilowga ah akhriska iyo qoraalka bilowga ah kadibna arday yar uu wada xalaga yaabay isagoo todo jira marka hadduu yimaado isagoo shan jira ila soo todo jira laga yaabay inuu dhameeyo كدمنا أرضيه وحد توص لغو بلا القرآن الكريم كا وحن كسوريجا قيبتي روضة وحن كسوريجا قيبت تحفيد القرآن الكريم كا حنا أرضيه ويقول بديهين أرضيه مركز كوحدان أرضيه ما دام وين تار مركان مرحش مركز كان سومر وين كوره متونا مركا أرضيه وحلا جاي أبا سووا لبي تونشيرة أم يسوي سدح تونشيرة إنه ختمه القرآن الكريم كا وحفظيه مركا وحصا مركز صاوي حفظيه نوح كلا قيبتا تصيحة تدريب كا يكلا أرضي قمنا بوالد كبدنا واحد كلها تلينا أرضي ذا إني لبدك قلين كيانان سمر كهر قرآن كوي حفظيان تانا ومكفى إني علمي يا راي حفظسان القرآن كريم كحفظسان آخر سقر كي يقانا ورمتي عربي قنا لبري أي محد كي جليا أما سكول كي جليا دتنا هالكاسو سوى ذا حلا جايا بارد جاير هدو هدو تلوين هذا وقارو شين يطبن إنه مساع النقطة الجايبة حلا جايا بينو سكب يدوكس كيسا أو صدحة يدوكس كسرة يجمعات وحلا جايا إنه سكب حيو وما قرأنا سهل كي معلن كيس على جاي أبغى نصو قلو وأنا كيران ودليل فربضن أو نوع عاس مركز كنت كصو بيران ما كيد تنا القرآن كحفظيان مساعدين لقدر جاي مركز تمان قير كود وحبري ومركز والد كود مركز تما حتى كف على قهدي ده ما قرأنا سوي حيك بحنيا إيوه وندي وح ويان سو وضي وح برشدي مادي جاهد يتي الشرع جاهد با مركز إن قاب كاكل الدنيا مرحش عشان أرضي مرنا سؤال ستحدث كوي دين دون ما ملا واحد يدنا وربحنا نقص دون تا فائدين كقرآن كلية هي شو كتدا؟ نقول الفائدة القرآن كلية هي فائدة دوين وحول بينا فائدة دي سواح لقى قرتها وحكوحرين هاي وحشرة عالم كان وحكفضلي بدن القرآن الكريم كا وكلام كيله هي
مجرو إلهنا سبحانه وتعالى قرآنك يعرب كنبي سبا وحكوت المامي فضل فربضين القرآن كله هاي تاس أين ودمانتين أين ودعوقنا هاي وأنا قدر أحسن قفل با مسلمة وقرانا هاي فضل قراءة القرآن فضل قيلاه هاي قفل بنا وقرانا هاي أن آياتك قرآنك كصور ري فضل قيس الشيء وحكم إذا إن الله سبحانه وتعالى إيمانك تذكر ما قرانا إسا إيمانك وكحري قراءة قرآنك أخرسك الله سبحانه وتعالى قرآنك وحكوري الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به كون كتابك أكاني وحي أخريان تلاوذي ستي أغمضني ذا حقي ذي أي أخريان كواس أيون إلهي سبحانه وتعالى رميني كإلهي إيمانك أي وحك حري قرآنك مقراني سيمانك إلهي سبحانه وتعالى ميلك القرآن كما ذو حكو الشيغي إنو الحماية والحرز إنو إلهي إلهي قرآنك أخرس كيس إلهي سبحانه وتعالى وقفك أخرية إنو إلهي سبحانه وتعالى وإلهي نيو الشرك أردن إلهي وكا إلهي يربك الدنيا ذا يربك آخر حديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام رسوري وحكم إذا حديث كان وذكرنا إنه حديث فربنا وبكرنا سبنا رمتي معروف وضد كورن لجوع ذي وضد كورن كرنا قف كستوى مسلم أنا وكرنا يو أي كصار وحنا كم إذا قف كهل حرف القرآن ككم إذا أخرية إنه حسنه كلي حسنه دينا طبعا شير لاصي لما الله بيو حسنه دينا طبعا شير لاصي لما من قرأ حرف من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها marka fadli quraanka runtii aad buu badan yahay culimaduna aad bay ugu hadlaan quraanka kariimka ana aad buu farbadeey dhinac walba ugu jira quraanka kariimku waa dastuur dhameystiran oo zaman kasta iyo xilli kasta isku dabaqi karo oo lagu dhaqmi karo oo lagu dhaqi karo lagu maamuli karo hadii runtii tacaliimta ku jirta quraanka la qaadan lahaa oo lagu dhaqmi lahaana runtii waxay xalin lahayd mushkilad farbadan oo maanta taagan oo magaranaysa ijtimaaciye أو حويان من قناة اقتصادية أو دين عقل بأبلشدة أو إدارية أو سياسية ويمامور الله إلى القرآن كنا وحلو سود شيء سو نلاش شدتك وهجم نلاش شدتك قيبه هذا أكل دون لقصب بلعب جوري جيسة من قصب حيو إلا حلق وشقة يستغيو إلا مامور الدولة ده إن تبوا كهلاي القرآن كريمكو وأنو تلمامي مذول بنو حكوات شبأي الشيء ده طبعا القرآن هو حكم كيلهي وعالم كانوا قتلك لي لقول دقم أو لسكو مامورو حكم كإلهينا وقصبا وقصب إن لقاه لوح والبا ونورشا كسابسا وردنا عوالبا مارين تودي حال كودنا قرآن كوكو جلا ما ملوحن كلامك عبس الله إننا نقول له غيس قرآن كريم كاين تكران كاك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين كسودو برنامج القرآن كي الصومالي دي تلفزيون كسي بي اي ادوكو بلاوي مغا عاغا دادا دي هلك القرآن كمرايس اكو هي برنامج كان مغا عيغونا محمد اسماعيل ادن ان دادا دي حوي وا شي تونسن ان القرآن كوان حفظي القرآن كويس ودمي نقول لغة القرآن الكريم كذا ماتسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون مقعدكم الخور سامح شفيع عبد الله دقيق ناس دحتوا قرآن كنا أندمي نقول لقى قرآن كريم كذا ماتسن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين كسودو برنامج القرآن كي الصومالي ده التلفزيون كي سي بي اي اضوك بلا بيا ما قاعد دي هلك القرآن كم رئيسه ما قاعد يقول يحيى الجامع دي ذنوا ستحيتون القرآن كنو لمي نقول لغة القرآن الكريم كذا ما تسأل بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق
ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد كسودة وبرنامج القرآن كي يصومالي دي اي تلفيشن كي سي بي اي اضوكو بلاوة يمقا عاقا دا دي هلك القرآن كمرايسو واندوا هي مقا عاقوها بشافي عبدالله دا دي دي وستحي سبان القرآن كوا ختم نوغلو قي قرآن كريم كادو ماسا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كسودو برنامج القرآن كي الصومالي دي تلفزيون كسي بي أذوق بلابي مجا عاجا دي هلك القرآن كم رئيس مجا عاجا وحلا دهان تجمع على عثمان القرآن كنوع أنا ختمي دي ذنوع فريت منشر نقول لوق القرآن كريم كذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. كسودو برنامج القرآن كي الصومالي دي تلفزيون كي سي بي أذوق بلابي مجا عاجا دي هلك القرآن كم رئيس مجا عاجا مسلم أول محمد إن دي دنو استحيت من شير القرآن كنا وختمة نقول لوق القرآن كريم كذا ماتسن بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا
ثم أضره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. كان هو بريمير ولد لعبه ودر صاحب كذا وهو أديه مال كستا كوبي حبي لشة ودر هنا لقى صادر مال والبا كمعمولو أكون كذا يكار كذا بريمير بانك لسه دكمانته أو كمارة يكون هرمري نلاش هذا القالب بريمير ولد.